لا تزال حوادث المرور تتسبب كل سنة في مقتل أكثر من مليون شخص عبر العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. تما وين تسمع تشوف اكسيدون صحاب لي موطو لا فيتاس ولا ماشي لا فيتاس تلقاه دوبلا تليفون تما حاجه مليحه ان شاء الله وهذه راح تكون اكزومبل ثاني الواحد ثاني يمد الميساج يمشي اصحابه حادث الامور كاين بزاف وكاين وكاين ماشي غير كاين تخرج منا على 20 كيلومتر تلقى واحد ضرب واحد أسبابها يرجعها الخبراء إلى العنصر البشري لذا يتجدد أسبوع المرور العربي ليكون وقفة عبرة لوضع حد للسلوكيات الخاطئة أثناء السياقة مشارك يعني المدير العام للأمن الوطني من خلال هذا الأسبوع يعني العربي للوقاية من حوادث المرور يعني في مثل هذه المناسبات يعني تركز مصالح مثل الجزائر دائما اولا على الجانب الوقائي التوعوي التحسيسي من خلال الخراجات التحسيسيه في الطرق السريعه وكذلك التحسيس يشمل تلاميذ المدارس لمختلف الاطوار وهذا من خلال تقديم دروس حول السلامه المروريه على غرار كيفيه قطع الطريق استعمال الممرات العلويه والسفليه تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية والتقيد بأخلاقيات القيادة السليمة مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات للوصول إلى تحقيق السلامة المرورية. بوزينا له اون كيستيون جاوب صحيح الحمد لله. أنا عطينا له جائزة. التحفيز باش يزيد يحاضر مليح على روحه والناس واحد اخرين لهم يشوفوا يزيدوا ثاني كيحترموا. متواجدون الآن بحاجز رميلة. لتقديم نصائح والإرشادات للسواق مختلف المركبات بأصنافها حوادث المرور بغض النظر عن الأسباب أو حتى المبررات تبقى مسؤولية يتقاسمها الجميع